السلام عليكم، معكم حسناء من قناة بي كرياتيف ويد حسناء. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. فمرحبا بكم معايا في طلبية جديدة، وكيف العادة كيك الارقام او النمبر كيك، هاد النوع هذا اللي اكثر طلبا عندي، ففرجة ممتعة. فكيف العادة غادي نقطعوا لجنواز ديالنا بالموس الماضي او الترونشوار، كيف كنقول لكم دائما كناخدو الارقام اللي ديجا كتكونوا وجدتوهم. بالنسبة للارقام نقدر ندير لكم فيديو، حيت بزاف تاع الناس كيسولوني كيفاش كتقطعي الارقام، واش كتبرنتيهم من لامبريموند او لا كتقطعيهم ديريكت. انا الطريقة ديالي في الارقام فغالبا كنستعمل الطباصل اللي في الكوزينة، هما باش كنقطع الدائرة. مثلا بحال رقم 5، هذيك الدائرة اللي في التحت اللي دائرة كنصايبها بتبصيل داير، هادشي الا ما عندكمش البيركار ولا شي زلافة تكون دائرة، كيكون عندكم جوج، وحدة صغيرة وحدة كبيرة، باش كتجيبوا الدورة هي هذيك. والصفر كذلك صيبته بجوج زلايف اللي ماشي دائريين ولكن جايين بحال الا مربعين، كتحطوا وحده الفوق وحده لتحت وكترسموا عليها. وديك الدائره اللي الوسطانيه فاش فكديروها غير في يدكم عاديه، فمعظم الاوقات كنرسم غير بهذا بالاواني اللي عندي في الكوزينه، هما باش كندير الارقام ديالي. كنبغي نخرجهم من لامبريمونت ولكن كتخرج ليا الورقه صغيره بزاف، ما كتخرجش ليا الارقام. بعض الخطرات كنحتاج ارقام كبيره، ولكن لامبريمونت راكم عارفين الورقه اللي كتخدم بها لامبريمونت فهي صغيره. بالنسبه لهذا الصفر هذا كنت صايبته كبير ولكن طويته من الوسط باش يجيني شويه صغير، حيت هاد السيده هادي طلبات الارقام يكونوا صغار، ما بغاتهمش يكونوا كبار بزاف. داكشي علاش طويت صغرت داك الصفر، غير من ما احتاجيتش انني نصايب واحد اخر، فاكتفيت به نفسه وطويته من الوسط ودرت ليه سكوتش من اللور باش يعطيني يعني صفر صغير، باش هكا عاوتاني الا بغيت نستعمله في شي صفر، شي نمبر كيك اخر رقم صفر كبير، نقدر نحل هذيك البلاصه فين درت سكوتش ونعاود نستعمله. دابا غادي ندوز باش ندير الكريمه ديالي بالبوشادوي. الشكل ديال البوشادوي اللي كيكون دائري عادي ما فيه حتى شي سنينات او لا حتى شي زواقه، هو اللي كيخرج لكم هاد الشكل هذا ديال لاكريم. خديته من والمارت بالنسبه للناس ديال امريكا وكندا. كاين حتى اونلاين الا بغيتوه. هذا خديته يعني ماشي جا كمجموعه، ديجا عندي مجموعه وما عنديش هذا اللي كيخرج سامبل، ما عنديش في ديك المجموعه اللي شريت، داكشي علاش اضطريت انني نشريه بوحدو، فما غاليش $1.37 اللي داير في والمارت. وديال بلاستيك يعني ماشي ديال الحديد، ولكن ماشي مشكل يعني خدم معايا مزيان. بالنسبه لاكريم تقدروا تستخدموا لاكريم ديال الزبده، لاكريم موسلين او لا لاكريم ديبلومات اللي هي لاكريم اللي كتخلطوا ما بين الكريم باتيسير مع لاكريم شانتيه باش يعطيكم لاكريم ديبلومات. ولا غاناش حتى هي تقدروا تستعملوها سواء بالشوكولات الابيض او لا بالشوكولات الاسود. هادو هما الانواع ديال لي كريم اللي كيتستعملوا في هاد النمبر كيك هذا، باش هكذا يجيو شادين، باش مني تجيو تحطوا الطبقه الفوقانيه على الثانيه ما يطيحش لكم لا كريم، حيت الا درتو شي كريمه اللي كتكون سائله بزاف كتكون يعني ما شاداش في راسها، تقدر ملي تجيو تحطوا الطبقه الثانيه تمعس لكم، وماشي مشكل الا تهرست لكم لا جينواز. راكم عارفين لا جينواز كتكون هشيشه بزاف هاد اللي الا بغيتو تتعاملوا معها في هاد الكيك تاع الارقام، ولكن ماشي مشكل كيف شفتوا انايا تهرست ليا شويه. ولكن غادي تدرقوها بلا كريم ما غاديش تبان، وسيختو ملي غادي تحطوا عليها دوك لي ديتاي اللي غادي نحطوا في الاخر بحال الشوكولا لي ماكارون اولا يعني داك الزواق اللي غادي نديرو في الاخر ما غاديش يبان.
وحاجة اخرى اللي هي مهمة وخديمة كنديرها الا في هذا الفيديو نسيت ما درتهاش صراحة، ولكن ماشي مشكل. اللي هي مني غتساليو مع الطبقة الاولى مني تحطوا ليها لكريم ديالها دخلوها الفريقو تقريبا واحد 5 حتى 6 دقائق باش تجمد مزيان باش تجيو مني تحطوا الطبقة الثانية. المهم هي ماشي ضرورية ولكن من الاحسن انكم ديروا هذه الطريقة هذه. فلا جينواز بغيتو تسقيوها كتسقيوها، ما بغيتوش ماشي مشكل. انا ما كنسقيهاش لحقاش كتجيني هشيشه بزاف، وزياده على لاكريم كتكون يعني كفايه، لاكريم راه كتكون من تحت ومن الفوق يعني كتجي شويه كثيره ما كاينلاش تسقى. فبغيتو تسقيوها ماشي مشكل. كتشوفوا ما عمرتش الارقام كاملين بهذاك لاكريم الابيض، خليت شي بلايص بحال هكا باش نعمرهم بلا كريم اللي غادي ندير لها الملون في الغوز. هي نفس لاكريم ماشي شي كريمه واحده اخرى، كديروها في بوشادوي واحد اخر على هذا الشكل هذا، وكتشكلوها كوريضات وكتعمروا كتحاولوا تعمروا اي فراغ عندكم. والتزيين كيبقى دائما اختياري، ماشي بالضروره تزينوا بنفس الاشياء باش كنزين، تقدروا تزينوا بالشوكولا بوحدها او لا بلي ديسير هكا لي فخوي غوج بوحدها، بيتو تزيدوا لي فخوي مع شي حاجه اخرى مثلا بحال دوك لي بونبون اللي كيكونوا ماشي بالضبط فيريرو روشي، كاينين انواع اللي كتكون رخيصه شويه. المهم كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو في التزيين. وحاجه اخرى اللي نسيت ما قلتهاش لكم، انه قبل ما تزينوا ضروري تحطوا فوق تحطوا الكيك قبل ما ديروا الطبقه الاولى ديال لاكريم، حطوه ديريكت في الكيك بورد اولا في البلاصه فين غادي تقدموه، عاد غادي تبداو تزينوه، عاد تبداو تحطوا الطبقه الثانيه ودوك لي ديتاي الاخرين. هكا كيجيكم يعني ساهل، اما الا جلستو يعني حتى اخر لحظه فاش تساليو عاد غادي تسربيوه في الكرتون اولا في شي تبصيل غادي يجيكم صعيب وتقدر تخسر لكم. وهكذا كان نمبر كيك ديالنا رقم 50. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، فللمزيد من الفيديوهات الخاصه بالحلويات او الكيك ديزاين فما عليكم الا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس لكي يصلكم اي جديد. خليتكم على خير، بسلام عليكم.